نتواصل أيها الحول الكريم مشاهدينا الأعزاء مستمرا مع الانطلاقات والتحديات في هذه اللحظات الصباحية. على بركة الله يعلن انطلاقة ثالث الأشواط الصباحية في هذا اليوم والخاص بسن الحجاج للأبكار المفتوح في الانتاج في هذه الانطلاقات من أشواط الانتاج. انطلقت أيها الحول الكريم هذه المسيرة وهذه الأسماء كذلك في المشاركة والمنافسات القوية على أرضية ميدان دستور في هذه اللحظات الصباحية. 3 كيلومترات مشاهدينا الأعزاء تستفتح في ميدان المرموم لسباقات الأجن وخاصة لسن الصغار. نسير إلى المقدمة والبداية والمركز الأول اللي انتقلت الآن منصورة في قمة هذا الشوط. تعود ملكية لعبد الله بن حميد بن كديدة، هو من يسير وينطلق بأول المراكز، بينما المركز الثاني وصل شعار بالكوس هنا مع الظبي مطر بن عيد بالكوس، هو من يتواجد ويحتل المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء. بينما المركز الثالث وصلت الآن عالية سالم بن علي بن وديمه العامري، وصل وانتقل إلى المركز الثالث، بينما رابع المراكز تتواجد فيه مخيفة لراشد بن نافع الوهيبي من يحتل المركز الرابع. والمركز الخامس من الجانب الآخر تواصلت الآن سلهودة حميد بن محمد بن معيصم، هو يأتي في المركز الخامس. المركز السادس وصلت هملولة لحارب بن محمد الاجتبي يحتل المركز السادس. والمركز السابع، المركز السابع شعار بن غدير هنا يتقدم مع عجائب سالم بن راشد بن غدير. المركز الثامن وصلت الآن قطنة لعلي بن عبيد بن غدير، ولكن المركز التاسع، المركز التاسع هنا تسلل من هملولة سهيل بن الدحبة بن لويع العامري. والمركز العاشر، العاشر يا حول الكريم مشاهدينا الأعزاء، هنا تتواجد شاهينية مسري بن سالم بالعرط الحميري. هذه الأسماء المنطلقة مشاهدينا الكرام في لقاء هذا الشوط والخاص بالإنتاج في هذا اليوم. هذه الانطلاق، هذه الاندفاعة، لكن نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط لنشاهد بن معيصم من يتقدم مع سلهودة حميد بن محمد بن معيصم الفلاسي، هو الآن قائد الشوط والمسيرة لهذه الاندفاعة ولهذه اللحظات مع الأبكار. بينما بالكوز يتواجد في المركز الثاني ليقدم الظبي، هذه لمطر بن عيد بالكوس يتواجد يحتل المركز الثاني مع الظبي. لكن المركز الثالث هذه هملولة سهيل بالدحبة بالويع العامري كذلك من خلال هذه المشاركة وهذه المنافسة القوية. المركز الرابع علي بن عبيد بن غدير يتواجد، أو لكن اللي غيرت الآن هذه نوادر في من خلال هذه اللحظات مخيفة راشد بن نافع اللي يحتل المركز الرابع. والخامس سعيد بن مطر الرميثي، بينما المركز السادس صعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان يقدم خيال في المركز السادس. وسابع المراكز هنا سالم بن علي بن وديمة. المركز الثامن تسلل إلى شعار محمد بن سلطان بن مرخان. والمركز التاسع علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي. هذه النتيجة يا الحبل الكريم، 10 مراكز أولى منتقلة وتتسلل وتتناوب على هذه المراكز وهذه التحديات. لكن نعود إلى المركز الأول، نعود إلى بن معيصم من يسيطر على مقدمة الشوط، حميد بن معيصم الفلاسي مع سلهودة، مع سلهودة. الله يا سلهودة، بدأت الآن المنافسة مشاهدينا الأعزاء تحلو وتكبر دائرة التحدي. وهناك المركز الثاني التسلل بدأ من خلال هذه اللحظات، عاد بن لويع العامري، عاد وعاد بن وديمة، سالم بن علي بن وديمة العامري مع عالية اللي تحتل المركز الثاني، بينما سهيل بالدحبة بن لويع في المركز الثالث، في المركز الثالث. لكن بن وديمة انطلق، بن وديمة، سالم بن علي بن وديمة، عالية عالية عالية، ذات المكان العالي، ذات المكان المرموق، هذه عالية، سالم بن علي بن وديمة. لكن هناك هجوم يا بن وديمة، اتحذر اتحذر، ياكل وهيبي في المركز الثاني، والمركز الثالث بن معيصم، بينما سعيد بن مطر رميثي في المركز الرابع. لكن خلاص عالية 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 هي المسيطرة حتى اللحظة، هي هذه عالية مشاهدينا الأعزاء المركز الأول. لكن نوادر قادمة، نوادر قادمة، سعيد بن مطر الرميثي
الرميثي اللحظة الأخيرة بين عالية ونوادر، نوادر وعالية، لكن خلاص عالية سالم بن علي بن وديمة، تهانينا على الفوز والناموس. المركز الثاني سعيد بن مطر الرميثي، المركز الثالث حميد بن معيصم الفلاسي، المركز الرابع محمد بن سلطان بن مرخان، بينما المركز الخامس يأتي الوهيبي راشد بن نافع الوهيبي ليقدم مخيفة مشاهدينا الكرام على خامس المراكز في هذه اللحظات. هكذا انطلق الشوط مشاهدينا الأعزاء وانتهى بنهاية عالية بانتزاعها المركز الأول في صدارة هذا الشوط وفي انطلاقتها الجميلة المميزة التي حصدت الناموس في هذا الشوط وتواصلت بالاندفاعات والتحديات والمشاركة المميزة. نتابع لحظات وصولها إلى خط النهاية عالية بتوقيت زمني مقدار 4 دقائق 46 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لسالم بن علي بن وديمة العامري على فوز عالية بالمركز الأول، نوادر في المركز الثاني ب4 دقائق 46 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس سعيد بن مطار الرميثي على فوز نوادر بثاني المراكز، بينما اللي وصلت في المركز الثالث سلهودة ب4 دقائق 46 ثانية ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سلهودة حميد بن محمد بن معيصم الفلاسي الذي قدم سلهودة في انطلاقة هذا الشوط وحصدت ثالث المراكز. تهانينا لكل الفائزين.